متشرفين بزيارتكم. أنا حسين سيد الوالي، معك شركة لوكس للتغذية. الشركة قائمة منذ عام 1999، فيها 100 عامل في داخل مقر الشركة و2000 وظيفة عمل منتشرة على كامل التراب الوطني. الحمد لله سبقنا تصدير لألمانيا، لموريتانيا، لنيجيريا، وحاليا في إعداد صفقة مع الخليج العربي، قطر، الإمارات، اليمن، السعودية إن شاء الله، والأمور جيدة معكم إن شاء الله حتى منتشر في كامل التراب الوطني ومنتوج 100% وطني، حتى المواد الأولية وطنية وجزائرية. ونسعى هو تمام وإنما حاليا تمتاز ولاية تيبازة بكوادرها القائمين عليها، يعني يكون مشاكل وتلقى عباد واقفين يحلوا المشاكل والصعاب يزللوها الحمد رب العالمين. ومشرفين بزيارة الوالي اللي وعدنا بزيارة المقر الشركة إن شاء الله. مشرفين حتى معنا شركاء معنا في مجال الكرتون ومجال الأمبلاجات متواجدين حاليا. هنا السيد مهلود، تفضل. السلام عليكم. والله احنا على كل حال شركة للتغليف منها الكرتون تاعنا، بنا رانا شبه حاضرين منهم اللي نخدموا معاهم شرشال، وحنا لوكس، ونتمنى ان شاء الله نكونوا في وسطكم هنا اذا قبلتونا. بارك الله فيك. شكرا. المعايير الامنيه تاع المعايير كما تعرف هذا المعايير معايير صحيه، نظن انه عندنا ثلاث مخابر، احداها الباستور يوميا يتم اقطاع عينات ويتم تحليلها بشكل يومي ودوري، وعندنا اتفاقيات معهم في هذا الموضوع، والحمد لله احنا قائمين منذ عام 99 الى يومنا هذا ما عندنا حتى مشكله. بالاضافه ان تم دخول الاسواق الاوروبيه، بتعرف الدخول الاسواق الاوروبيه المانيا بالذات، يعني تعبنا كثيرا مع هذا الامر، بالاخص الامور الصحيه والامور المنتوج هذا. انا راني في المانيا. باش ممكن تفتح الدوكان؟ لا ما لا معليش 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 باش نلقى اسمح لي باش نلقى المنتوج تاعك في المانيا. انا رايح لحاجه واحده اخرى، مانيش مانيش رايح للدوق. نعم. وش الحاجه اللي تقول لي بهذا منتوج جزائري مكتوب؟ نعم مكتوب، لازم نريح اسبوع باش نعرف وين راح. سيدي هذا كيس مساحته 5 سنتيم في 5 سنتيم، وعندي معلومات انا مجبر لازم نحطها في الكيس من موضوع التركيب الصلاحيه. النجمه وهلال علم هكذا يبين بانه هذا جاي من الجزائر. نعم فكره رجعتكم ان شاء الله راح تكون في هذا في الامبلاج القائمه. نوعدكم نقاطع الجاليه حتى مع المنتوج. انا ملاحظه في موضوع السوق الاوروبيه تم طلب مننا حاس في اللغه العربيه، احنا عندنا مشاكل معهم حاليا في هذا الموضوع. قال لك لازم كي تبعت لالمانيا ما تدرليش انا القدام منها، ما تدرليش اللغه العربيه، دير لي اللغه الانجليزيه. وانا في مفاوضات معهم حاليا، حتى درتنا الموضوع تم عرضه على السيد مدير التجاره، فقال لي صعوبه الامر لازم تكون لغه الوطنيه. هذا الامر هذا فيه اتفاقيه دوليه بالنسبه لهذا الامر، وما نظن ان تلقى اصناف اخرى فيها العلم الجزائري. سيدي الكريم يعني درنا احنا درنا العلم الجزائري في اصناف المشكلة المساحة صغيرة والأصناف كثيرة. أخي شوف المختصين في التعليب وفي التسويق على بالهم كيفاش يديروا، يعني الهوية البصرية تاع المنتوج على الأقل ندير حاجة لترمز بأنه جاي من الجزائر. روح أنا تشكر ملاحظتك وإن شاء الله ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم وضع علم جزائري على منتجنا. شكرا. الله يبارك فيك. متشرفين بزيارتكم وشكرا.